أيام معدودة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر الأطراف كوب 28 في دولة الإمارات في إكسبو دبي، وهو ما من شأنه أن يحدث تطوراً استثنائياً في جهود مكافحة تغير المناخ عالمياً. وإن كنت تسأل عن السبب فسأقوله لك. تتمتع دولة الإمارات بسجل حافل في مكافحة التغير المناخي، فالإمارات من أوائل دول المنطقة في التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ، كما أنها أولى دول المنطقة في الإعلان عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. إضافة لذلك وضعنا مساهمتنا المحددة وطنياً على الطريق الصحيح، ونعمل على تكثيف جهودنا لخفض الانبعاثات في الإمارات بنسبة 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030.